انا شوف شوقي من الناس اللي فعلا كيولد الاغنيه لانه فعلا كيسمي سميه ديال صوفيا. راه صوفيا ماشي سهل باش تولد، هي كلمه كبيره بالنسبه لي هو اللي تمرد فيها بزاف. ونتحدى اي واحد انا ما شطحش على هذه الاغنيه غادي دير بوم، لان من الاغاني ديالو اللي ديما عودنا على القمه وما يمكنش يرجع اللور. تحيه لهذا السيد هذا اللي فعلا توزيع موسيقي لحن فعلا انا باقي كنشطح لدابا داخل ديالو داخل ديالي. شكرا. هذا شوف هو قبل ما يكون فنان هو انسان، وعندي صداقه معاه كبيره، لان عنده فرق كبير ما بين شوقي الفنان وشوقي الانسان. فشوقي الفنان هو اللي كاين دابا، شوقي الانسان في عائلته في داره. فكنتمنى ليه التوفيق لانه فعلا من الفنانين اللي كنفتخروا فيهم بالمغرب. الله يكبر. شكرا بزاف، وهذه الحقيقه ماشي والله العظيم. شكرا بزاف. شكرا لك. وكنقول الاش واقع، راه ما واقع والو، كاين الاغنيه ديال احمد شوقي. انا هو شوف مازال كندير ريجيم باش يديرني مانكان، حيت هو واش كتقولي انا كنشارك في شي فيديو كليب، انا كنجي نتمزك وكنغني لان من الناس اللي معجبين باحمد شوقي. الله يحفظك. شكرا بزاف. الله يحفظك لي. هذه شوف هذا ما كنغمقش عليه حيت حاضر، ولكن هذه الصراحه انا ما كنغمقش اصلا. شكرا 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 لكم.